مين فينا ما جالوش ضيف رخم في البيت وقال له بعد اذنك انا عايز باسورد الواي فاي علشان عايز اشوف حاجه؟ يا عم طب ما تخليك في باكتر. لا بعد اذنك انا عايز الواي فاي. وانت ما عندكش واي فاي ولا ايه؟ وانت للاسف باسورد الواي فاي باسورد مهم عندك ومثلا مشترك مع باسورد الفيسبوك بتاعك مثلا، فمش عايز تديه له. في نفس الوقت انت ممكن تاخد الموبايل بتاعه وتكتبه له، بس في موبايلات بتظهر بعد كده الباسورد ده، وكده انت في خطر فعلا. ده غير كمان ان الضيف ده ممكن يبقى رخم ويقعد يحمل في حاجات كتير من الباقه بتاعتك المنزليه ويخلصها لك. بص، في معاناه كتير احنا بنعانيها يوميا في موضوع الانترنت في مصر، فانا جاي النهارده اكلمك عن اكتر من حاجه كده، فاعمل لك الجميل ويلا بينا نشوف احنا جايين نتكلم عن ايه النهارده. قبل ما ادخل في صلب الموضوع، انا حابب اعرفك ان الانترنت مقسوم لسرعتين، سرعه داونلود وسرعه ابلود. واحنا اساسا سرعه الداونلود في مصر بعافيه حبتين ثلاثه، يعني اللي بيعمل داونلود ب 4 ميجا بايت في الثانيه ده كده برنس. فما بالك بقى بسرعه الابلود اللي هي بتبقى اقل بكتير من سرعه الداونلود. يعني انا لو وصلت للانترنت العادي المنزلي ده ان هو اعمل ابلود ب 500 كيلو بايت في الثانيه، انا كده برنس. فانا شخصيا بستخدم جهاز الماي فاي بتاعي من فودافون، بيبقى فيه شريحه 4G وما فيهوش اي حاجه ثانيه، في بطاريه، في مدخل الشحن بتاعه، بدوس كده الجهاز بيشتغل وبقدر ان انا اوصل عليه اكتر من جهاز، والسرعه بتاعته حلوه جدا 4G، وبقدر ابلود الفيديو مثلا ال 4 او ال 5 جيجا، بدل ما ابلوده هنا في سرعه الانترنت بتاعت المكتب مثلا في حوالي 4 او 5 ساعات، ممكن حرفيا اعمل له ابلود في نص ساعه وانا كمان ماشي في السكه بالعربيه، والموضوع ده فعلا بيفيدني. لو ركزت كده على الماي فاي ده هتلاقي مكتوب ورا واوي. واوي شركه شاطره قوي في الكوميونيكيشنز والراوترز والحاجات دي، عندها راوترز كتير قوي سواء 4G او راوترات عاديه للبيت، والفكره ان هي بتصنع الراوتر بس ممكن مش هي اللي تبيعه لك دايركت، يتباع عن طريق موزع خدمه زي مثلا فودافون اللي انا شاري منه ده، بيبقى مكتوب عليه من قدام فودافون بس من ورا هتلاقيه مكتوب عليه واوي، لان واوي هي اللي عامله اصلا الراوتر ده وبتديه للشركات ويتباع من خلالها. طيب انا مش جاي اكلمك في الماي فاي والانترنت ال4G وكده، لان هو برده غالي شويه وهيحتاجه فئه معينه من الناس اللي بتحتاج تعمل ابلود كتير، او اللي قاعدين على طول بره البيت وفي نفس الوقت هم على طول كونكتد بالانترنت من خلال اللاب مثلا والموبايل بتاعهم، فجهاز زي ده الواي فاي بتاعه هيغنيهم عن موضوع بقى ان انت تفتح هوت سبوت من موبايلك وتخلص بطاريته وتخلص الباقه اللي على موبايلك. طيب امال انا جاي اكلمك في ايه بقى؟ ده راوتر من واوي اسمه WS5200. الراوتر ده لطيف قوي، يعني اولا الديزاين بتاعه عاجبني جدا، حته الانتنز بتطلع كده، بصوا هي اصلا بتقفل صوت التكه دي. المهم ان الراوتر ده فعلا خفيف وصغير، ده لو انت يعني بتتنقل كتير بالراوتر بتاعك، بتحركه مثلا في البيت كتير والكلام ده، بس يعني دي حاجه مش ضروريه، لان كده كده مهما كبر حجم الراوتر فهو راوتر وبيتحط في حته واحده وخلاص. ايه المميز بقى في الراوتر بتاع واوي اللي انا جاي اكلمك عنه النهارده؟ دايما لما بتشتري راوتر جديد بيبقى عندك مشكله في انك ازاي تسطب الراوتر ده. بتدخل بقى على الصفحه بتاعت 192.168.11 وتدخل يوزر نيم والباسورد بتوع الخدمه بتاعتك، وبتظبط بقى الواي فاي سيتنج والحاجات دي كلها والباسورد والسكيورتي، والحكايه دي بتعملها مره واحده وما بتعملهاش تاني. الموضوع هنا اسهل بكتير. ليه بقى؟ لان انت لما بتنزل ابلكيشن اسمه هاي لينك، والابلكيشن ده موجود على البلاي ستور وموجود على الاب ستور وموجود على الاب جاليري، بتفتح بقى الابلكيشن ده يا باشا وبسهوله كده بيقول لك انت عايز تعمل ايه؟ عاوز تسطب الراوتر ده كايه؟ كاكسس بوينت ولا كراوتر؟ وفي خطوات بسيطه قوي بتقدر ان انت تسطب الراوتر ده. هتقول لي برده ما هي دي حاجه انا بعملها مره واحده ومش هعملها تاني. ايه المميز؟ واحده واحده الابلكيشن اللي اسمه هاي لينك ده حلو قوي في ان انت تقدر تكنترول كل حاجه في الراوتر من خلال الابلكيشن بتاعك وايرلس طول ما انت كونكتد على الواي فاي بتاعه الراوتر دي. اول ما بتفتح ابلكيشن هاي لينك خلاص بقى سطبت الراوتر والحاجات دي كلها، انت عايز بقى تكنترول الراوتر بتاعك وتشوف ايه حكايه الابلكيشن ده. هتفتح هتلاقي كل الاجهزه اللي متصله حاليا بالراوتر واللي كمان كانت متصله قبل كده وعملت ديسكونكت. يعني مثلا دلوقتي عامل كونكت، فاقدر ادوس على الجهاز ده واقدر اتحكم في حاجات كتير، اهمها السبيد ليميت، بمعنى ان انا اقدر اخلي جهاز معين كونكتد بالراوتر ده اديله ليميت 50 كيلو بايت في الثانيه. انت كده فعلا بتحافظ على سرعه الانترنت بتاعتك والباقه بتاعتك كمان. لو انت مثلا في خمسه بيبقوا كونكتد على طول بالشبكه بتاعتك وانت عارف ان في اربعه منهم بيعملين بيحرقوا كده ويستهلكوا في الباقه على طول، فانت تقدر تعمل لهم سبيد ليميت علشان تحدد لهم استخدام الباقه شويه. في حاجه اسمها الجيست واي فاي. الجيست واي فاي دي لو زي ما قلت لك كده في ضيف رخم جالك قال لك انا عايز باسورد الواي فاي، بسرعه بتفتح ابلكيشن هاي لينك ده
بتدخل على الجست واي فاي وبتشغلها، هتلاقي اسم النتورك بعدها اندرسكور جست، وتقدر حتى ان انت تشغل باسورد للنتورك دي وتقدر ما تشغلهاش، وبتعمل بقى ديوريشن للواي فاي دي وبعد كده تفصل. يعني مثلا الضيف ده طول وقعد شويه وعارف انت بقى اللي هو ايه، النت عاجبه النت سريع ومكمل بقى عمال بيحمل في حاجات، فانت تقدر حرفيا تخلي الواي فاي ده يفصل بعد فتره علشان الضيف ده بقى ايه يخف كده ويقوم يروح. وفي نفس الوقت تقدر ان انت تعمل له سبيد ليميت علشان ما يسرحش كده بخياله ويفضل يحمل في حاجات على طول. في حاجه لطيفه تانية برده في الراوتر ده، تقدر تتحكم في المدى بتاعه. يعني انت مثلا قاعد في مكان صغير ومش حابب ان النتورك تطلع بره المكان اللي انت فيه علشان مثلا ما حدش يفكر ان هو يدخل عليها والكلام ده، انت تقدر تخلي الرينج بتاعه ما بين 3 درجات لو ميدل وماكس، عشان يعني من الاخر النتورك دي ما تظهرش الا فعلا في المكان اللي انت بتتحرك ما بينه. ولو انت مثلا بتحب تقفل الراوتر بالليل فانت مش محتاج بقى ان انت تقفله بايدك، انت هنا تقدر تعمل حاجه اسمها واي فاي اوف، بتدخل تحدد وقت معين الواي فاي يقفل فيه ووقت تاني الواي فاي يرجع يشتغل فيه لوحده لو مثلا انت بتحب تقفل النت وانت نايم. فالموضوع ده هيسهل عليك كتير، ودي حاجه هتتعمل يوميه او في الايام اللي انت هتحددها له. في بقى شويه برامج رخمه كده اللي هي برامج اختراق الواي فاي، اللي هي بتقدر تخمن في ارقام وحروف لحد ما توصل لايه الباسورد بتاع النتورك بتاعتك، فما تقلقش لان الراوتر ده والابلكيشن ده بيقدروا يصدوا كل الهجمات دي، لان هم بيعملوا على طول بلوك لاي ديفايس بيحاول يدخل الباسورد اكتر من مره غلط لحد ما انت تدخل بايدك وتشيل البلوك من على الديفايس ده، لو هو كان فعلا شخص عادي دخل الباسورد غلط اكتر من مره مش حد بيحاول يهاك النتورك بتاعتك ويدخل عليها، ودي ميزه لطيفه جدا. في بقى ميزه لطيفه ثانيه، لو انت قاعد في بيت كبير التغطيه بتاعته بتحتاج اكتر من راوتر، لو انت مثلا بتتكلم في مساحات 200 متر واكتر صعب راوتر واحد يغطي الكلام ده كله، فاكيد انت واخد على فكره الاكسس بوينت، بيبقى اكسس بوينت في حته وراوتر في حته، رحت من هنا لهنا الموبايل اللي انت مثلا بتتحرك بيه بيعمل ديسكونكت من ده وبيعمل ريكونكت على ده لوحده، وساعات ممكن يعلق كده شويه في النص. الكلام ده انساه لو جبت مثلا راوترين من راوترات هواوي، لان الاثنين بيبقوا باسم نفس النتورك، وحرفيا موبايلك وانت مش واخد بالك هيسيب دي ويلقط على دي في اقل من ثانيه والنت بيفضل شغال. فدي حاجه لطيفه جدا، انت حرفيا ما تبقاش عارف هو انت على انهي واي فاي، اللي على اليمين ولا على الشمال، الاثنين نفس الاسم والاثنين على طول عاملين نتورك ما بينهم، ما بتحسش باي لاج ما بين نقله الواي فاي من هنا لهنا. لان الموضوع ده انا مثلا شخصيا كنت بعاني منه هنا في المكتب، لو طلعت بره بروح على واي فاي وارجع هنا بيفضل معلق على الواي فاي اللي بره مفيش نت لحد ما انا اعمل ديسكونكت واعمل ريكونكت تاني على الشبكه الاقرب ليا. وطبعا بما ان في موبايل ابلكيشن بيتحكم في الراوتر فبيوصل له تحديثات بقى على طول اول باول علشان تعزز النظام بتاعه، او حتى عشان تزود السكيورتي والفاير وول بتاعه اللي انا قلت لك الحمايه بتاعته كويسه جدا. طبعا مش ده الموديل الوحيد من راوتر واوي ده، وهو موجود في كل حته، في موديلات تانية اقل، اعتقد ان ده اعلى موديل فيهم اللي هو هتلاقي رينج السعر بتاعه مثلا حوالي 1000 جنيه، في راوترات تانية منهم رينج السعر بتاعها 350 جنيه وتديك نفس الفانكشنز بالظبط، بس طبعا المدى بتاعها بيبقى اقل، عدد الانتنات بيبقى اقل، بس بنفس الفانكشن، لان انت برضو بيبقى عندك ابلكيشن هاي لينك اللي بتقدر تتحكم بكل حاجه برضو بالراوتر حتى ولو كان الموديل اقل، عشان تستمتع بشويه الفيتشرز اللطيفه اللي موجودين في راوترات هواوي واللي هي اسعارها مش غاليه مقارنه بالراوترات التانية الموجودة في السوق تقريبا في نفس الفئه السعريه. فالفرق بس ان انت هتاخد راوتر مع موبايل ابلكيشن حلو جدا تقدر فعلا ان انت تعتمد عليه في اكتر من حاجه في استخدامك اليومي، مش مجرد وانت بتسطب بس الراوتر لاول مره. ملحوظه اخيره، وصله الخط الارضي اللي بتركب في راوتر واوي مختلفه عن الوصله العاديه بتاعتنا، بتحتاج سلك مختلف علشان النت يقدر يشتغل عادي، او ممكن تعمل تحايل وتدخل وصله الخط الارضي بتاعتك القديمه في اي راوتر قديم وبتاخد وصله من الراوتر القديم تدخلها في راوتر واوي عشان النت بتاعك يشتغل على راوتر واوي، واقفل بقى الواي فاي خالص من الراوتر القديم بتاعك وعيش حياتك بالموبايل ابلكيشن اللطيف بتاع راوتر واوي. والابلكيشن ده فعلا هتستخدمه كتير لو انت بيجي لك ضيوف كتير ومش حابب فكره ان انت تديهم باسورد الواي فاي، وفي نفس الوقت تعمل لهم ليميت للسرعه بتاعتهم علشان ما يخلصلكش الباقه بتاعتك، وفي نفس الوقت برضو حتى لو اي اجهزه ثانيه كونكتد على الراوتر بتاعك بتقدر من الموبايل ابلكيشن بتاعك تعمل لهم سبيد ليميت علشان ما فيش حد في افراد البيت عندك يخلص لك الباقه بتاعتك او حتى افراد المكتب بتاعك لو انت صاحب مكتب او صاحب عمل. بس كده انا خلصت، ما تنساش بقى تعمل ايه دلوقتي، تعمل لايك الجميل اللي عملته في الاول، تكتب كومنت وتقول لي ايه رايك في راوتر واوي وفكره الابلكيشن بتاعته، وتتاكد انك عامل سبسكرايب في قناه موبيزل وفعل الجرس علشان تشوف مراجعات جديدة للموبايلات أول بأول. سلام.